بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في ليلة المعراج عندما وصلت إلى السماء رأيت ملكا له 1000 يد. طبعا هذا خارج عن عقول عامة الناس، لكن هذا من يؤمن بالغيب، المتقي الذي يؤمن بالغيب يؤمن بمثل هذه الروايات الغيبية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول علامة المتقي أنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالله غيب الغيوب، يؤمن بالآخرة غيب عنا، يؤمن بالملائكة، يؤمن بمثل هذه الأحاديث الغيبية، هذه من علامة المتقي. أما الفاسق لا، يقول لك هذا حكي أسطورة، أسطورة هذه يحكون هاي الروايات، أسطورة، شنو ملك عنده 1000 إيد وكل إيد 1000 إصبع، يعني شنو؟ لذا يقول عندما وصلت إلى السماء رأيت ملكا له 1000 يد وفي كل يد 1000 إصبع، كان موكل الله سبحانه وتعالى وكله، كان موكل على عد قطرات المطر النازل إلى الأرض وعن وظيفته وعمله. فقال إنه ملك المطر. سأل الرسول الأعظم عن وظيفته، قالوا هذا ملك المطر الساقط على الأرض. فسألت الملك، الرسول الأعظم سأل الملك، هل تعلم عدد قطرات المطر الساقط على الأرض منذ أن خلق الله تعالى الأرض؟ فأجاب الملك قائلا لرسول الله، يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا إلى الخلائق، إني لأعلم عدد قطرات المطر النازلة من السماء إلى الأرض عامة، كما أعلم الساقطة في البحار والقفار، بحار وصحاري، والمعمورة، الأرض المعمورة والأرض الخالية والمزروعة والأرض السبخة والمقابر، كلها أنا أعلمها. في وإن كنتم في ريب الذي جعل، هاي أول سورة البقرة، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء فأخرج لكم من الثمرات رزقا لكم، كذا يفسر منه الإمام علي، يفسر عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عليه السلام عن الإمام علي، قال كان علي يقوم في المطر، أول مطر يمطر حتى يبتل رأسه ولحيته وثيابه، الإمام علي يقف بالمطر. هذا نقل عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر. فيقال له أصحابه، يا أمير المؤمنين، الكن يعني كن الدجاج يسموه كن يعني العش، يا تعال للكن يعني تعال للبيت للخيمة مطر. فيقول إن هذا ماء قريب العهد بالعرش، استوى جاء من العرش، زين. ثم أنشأ يحدث فقال إن تحت العرش بحرا، العرش في السماء السابعة، تحته بحر فيه ما ينبت به أرزاق الحيوانات، فإذا أراد الله عز وجل أن ينبت ما يشاء لهم رحمة أوحى الله عز وجل فمطر منه، يعني ذاك البحر، ما شاء الله من سماء إلى سماء، من السماء السابعة يجي السادسة الخامسة، هاي تمطر إلى أن يجي السماء الأولى، المطر كثيف يعني ماء كثيف ينزل، يجي السحاب، السحاب مثل منخل مثل غربال، حتى يصير قطرة قطرة، ما يجي في المرة على الناس يقتلهم، زين، حتى يصير إلى السماء الدنيا، فيلقاه السحاب، والسحاب بمنزلة الغربال. هذا الإمام علي يقول، يعني ما كانوا يتصورون أن السحاب يجي من البحار وبخار وكذا الرياح تجي، براهم كلهم من السماء، زين. ثم يوحى الله إلى السحاب، اطحنيه واذيبيه ذواب الملح في الماء، ثم انطلقي به الى موضع كذا، فتقطر عليهم على النحو الذي يامر الله، قطره قطره، يعني كل قطره الى ملائكه وحساب وكتاب قاعدين يحسبون ايش قد قطره هنا، ايش قد قطره هنا، زين. فوما من قطره الا ومعها ملك يضعها موضعها، ولم تنزل من السماء قطره من مطر الا بقدر معدود ووزن معلوم. ما أدري العام صار سيول باكستان، نصف باكستان غرق السيول، ملايين مشردين، ما أدري هذا لو أرب مكان الله كلهم هذول الملائكة أعدمهم، أنتم موكلين غير شهي غير بقدر تنزلوا، ليش غرقتوا الناس؟ العالم كلهم مسلمين، همات لو منزلها على أوروبا معقولة، يقول هذا عذاب، هذول المسلمين المساكين كل القرى وأرياف وكذا مسلمين باكستانيين، نص باكستان تغرقها، ليش يعني؟ شلون ملائكة ذولا؟
عشان ليش نحكي على المسؤولين مالتنا اختلاس وما ادري شنو؟ لازم تطلع تظاهر على ذلك الملائكه اللي ما عرفوا شلون ينزلون ماء ماي من السماء وغرقوا بباكستان يغرقون بالهند والفقراء. مزروعات في المعموره في كل مكان في المقابر يعلمها، واذا به يعجز عن امر واحد. فقلت له، الرسول العظيم يقول قلت له وما ذلك الامر؟ قال إذا اجتمع عدد من أفراد أمتك في محفل مثل هذا المحفل النوراني المكرم، إذا اجتمع عدد من أفراد أمتك في محفل وذكروا اسمك فصلوا عليك فحين ذاك أعجز عن حفظ ما لهؤلاء من الأجر والثواب أزاء صلواتهم عليك.